مساء الخير. مساء النور. سيادة الوزير موجود؟ نقوله مين؟ مناوي. تفضل عكس تفضل. مساء الخير. مساء النور. سيادة الوزير موجود؟ نقوله مين؟ مناوي. تفضل ارتاح يا فندم. تفضل. دي الموضة السنة دي؟ حضرتك مناوي. ايوه. حضرتك مناوي. ايوه. اعرفكم بنفسي. انا مناوي. اهلا وسهلا. طيب. عايزين رابع بقى. مساء الخير. مناوي. وعرفت ازاي؟ يا راجل ده احنا مستنيينك. يلا خد خد حبك رايح بقى يا خمسة هارت. ستة هارت. تمانية هارت. ايه ده؟ هو كده لو انا اللي كسبت يبقى مين الكينج؟ مناوي. ايه ده؟ هو حصل له ايه؟ اكيد ما استحملش يشوف تلات نسخ مني. ايوه فعلا، الراجل ده اوسخ مني انا شخصيا. بس خلاص، ما نشب على شيء شاب عليه، وده شاب وخلصنا. يعني لو حاولنا معاه هنبقى بننفخ في قربه مقطوعه ونفسنا هيتقطع. وانا خلاص اديته كل اللي عندي، مش اتكل على الله بقى ويريحنا. هو اصلا ما يعرفش عننا حاجه. بس هو ليه وقع من طوله كده لما شافني؟ ما حدش بيحب يشوف نفسه. تخيل بقى لما يشوف ثلاث نسخ منه. انا فوق. ايه ده؟ يعني انا لو لعبت بصرة اكسب من نفسي؟ طب كل الورق معايا. ايه اللي جرالك يا بناوي؟ انا اربعة ثلاثة واحد بحلم. تجننت يا بناوي؟ لا بس انا شفتهم ثلاثة. كان في واحد واقف هنا وواحد تاني واقف هنا وواحد انت مين؟ انا شرك. وانا خيرك. وانا ضميرك. معاكم ما يثبت الكلام ده؟ يثبت طبعا. كل حاجه دلوقتي ورق. معاك ورق اساوي، معاكش ما اساويش. بس احنا مش شغالين عندك، احنا بنظبط لك حياتك. وبنفكرك بغلطاتك يمكن تتعلم منها. تفوتوا علينا بكره. احنا مش ماشيين من هنا، احنا لينا دور ولازم نعمله. ايوه، ومش هتقدر تمشيين. يا بنت هو من هنا. يلا اهدى. الخير وشر وضمير قال. كمان شويه واحد يخش يرن الحجاب الحاجز بتاعك. الظاهر ان هما مش عاجباهم حياتي. بالظبط زي الوليه دلوقتي. هما مش فاهمين ان انا فاهمه. ولا الوليه كمان فاهمه. الدنيا عامله زي السلام. السلم الوظيفي زي سلم الكهرباء. مليان تسهيلات ورشاوي وبلاوي. تقف عليه توصل من غير اي مجهود. بس لا تقدر تسبق اللي قدامك ولا اللي وراك يحصلك. وفي سلم العمارة ده بقى مجهود وكفاح، وممكن وانت طالع حد يعدي من جنبك، وممكن انت تعدي من جنب حد كان قاعد بيريح. وفي بقى السلم الخشب. السلم ما يسعش غير شخص واحد شايف هدف وهو واقف تحت وهيطلع له. بس لازم حد يكون ماسك له السلم من تحت. وفي بقى السلم الموسيقي ده اللي يقطع النفس بجد. مساء الخير. انت الحجاب الحاجز؟ حجاب ايه يا مناول يا فندم؟ انا منحوت. معلش يا منحوت يا ابني، اصل انا ظروف كده وفي ناس داخله ناس خارجه ودماغي بقى فيها كلاكيك. ما انت اللي تعب نفسك في الشغل، قلت لك خد لك اجازه. ومين يعمل الشغل؟ انا اعمله. انت؟ ده انت لو جالك واحد هتلففه كعب داي. والله لو انا وكده يبقى لازم يعمله. طب ما تعمله انت وانت قاعد. ارحم الراجل وظبط نفسك بقرشين ينفعوا. بس ده يبقى تفضيل ناس على ناس. هما من بيت اهلك. بتتكلم وكأن الموضوع عادي كده. طب ما هو عادي. ايه خايف؟ انا بقالي 30 سنة بعمل كده وماشية. صدقني يا منحوت، انا وانا قدك كنت بفكر كده.
وبعدين اكتشفت ان انا كنت حمار وقعدت 5 سنين حمار. اسمع كلامي يا منحوت وما تبقاش حمار. وانا لو عملت اللي بتقول عليه ده هبقى بني ادم يعني. ايوه في نظر الناس ادام بتلبس كويس وبتركب عربيه وسجايرك من نوع نضيف تبقى بني ادم وابن ناس. هي الدنيا كلها بقت كده ولا ايه؟ شوف يا منحوت يا ابني، الوزير بتاعنا اترقى يعني هيروح مكان تاني ومش عارفين اللي هيجي مكانه، هيجيب مين ويشيل مين ويخلي مين. وانا بنصحك يا ابني، انت عارف انا وابوك كنا اصحاب قد ايه، وانا يا ابني راجل كبير والدنيا كلها يعني انا حفظت حاجات. تحب اقول لك دنيتك اللي انت عايشها دلوقتي عامله ازاي؟ ازاي؟ اقول لك، انت مش مصدق اللي حصل لاخوك والطريقه اللي بقى عايش فيها. فلوس، واخوك شغال عند رقاصه وهو مستحملها وهي جنب المطار. فلوس وهي لايفه على عمله الجاهل ومستحملها ومستحمله قرف عشان فلوس. والعمده جه للباشا بتاعنا عشان ايه؟ كرسي في المجلس. فلوس. والباشا بتاعنا ما بيخدش خطوه من غير ايه؟ فلوس. وانا قدامك اهو بعمل نفسي زهايمر واضحكهم. فلوس، كلنا عايزين فلوس. دور في جدر اي مشكله هي مشكله فلوس. فكر كويس يا محمود، يا تثبت نفسك وسط الناس دي يا تفضل منحوت ونشوف لنا بقى واحد ينفعنا. ما تزعلش مني يا منحوت، انت خلاص ما بقتش نافع. معقوله كل دي دايره؟ بدايتها عندي ونهايتها عندي. بدايتها لما اديت لاخويا كل حاجه ولما اتقلب عليا انا، ونهايتها لما اديت لي شغلي كل امانه واخلاص وفي الاخر طلعت مش نافع. انا كل اللي عايزه اني اعيش سليم، واللي من ريحه ابويا مش عايز نفضل سليم، واخويا اللي هو اخويا مش عايز نفضل سليم، وابويا اللي هو ابويا ما اختارليش اسم سليم. واللي علمونا قالوا العقل السليم في الجسم السليم. كلام مناول زي اقراص الكنيسه اللي خلت الاحدى بيترشح للترداد. يعني لو سمعت كلامه اكيد هتضيع مني حاجه مهمه. بس هي ايه؟ ده اللي انا مش عارفه. دي طلعت دايره كبيره وشغاله. بتلف ما بتقفش. كله لف بمزاج. انا الوحيد اللي غصب عني عشان كده مش مالك. درج المكتب بتاعي كان دايما عامل لي زي الهول. بخاف افتحه لحسن ياكل من اللحمه. كنت ببص في المرايه وخاف اتحرك. ولا اعمل اي حاجه غلط، وكان 100 واحد وراه مستني لي غلط. دايما احب امشي تحت المطر عشان ما حدش ياخد باله من بعض. وانا صغير كنت براعيه واخاف عليه، ولما كبر مطاوع ما بقاش مطاوع، بقى ملاوع مخادع اي حاجه غير مطاوع. بخاف اعطس تكون الاخيره، بخاف اضحك لا تكون الاخيره، بخاف من الموت لا يكون دوري اللي جاي، بخاف من كل حاجه عشان عمري ما جربت اي حاجه. ما تزعلش مني يا محمد، انت خلاص ما بقتش. ما تزعلش مني يا محمد، انت خلاص. ما تزعلش مني، انت خلاص ما بقتش. خلاص انا هريح مناول ولاقي حد يقدر على غول المكتب، ومناول يريح الباشا ويضحك، والباشا يريح بلدينا ويديله الكرسي اللي هيخليه باشا هو كمان، وبلدينا يريح ست الحسن والجمال، وست الحسن تريح الازهار السابق والمونولوجيست الحالي، ويرتاح بقى من اخوه اللي خايف يفضحه. يعني كده كده الدايره بتلف، وانا الوحيد اللي لا بلف معاهم ولا حواليهم ولا حتى واقف في النص. ما دام هي كده كده ماشيه وانا ماليش لازمه، يبقى احسن اريح واستريح. مين في الحياة دي ما اتولدش بريء؟ ما بنختلفش عن الملايكة في شيء. والله الله يسامحها الدنيا بتغير، وتاري البراءة عمرها قصير. العيب في مين يا زمن ولا الغلط في مين؟ في ناس بتدفع تمن ذنب ناس تانيين.
وكأن الدنيا فاضية خلاص ما بقاش في حاجة اسمها بني آدمين. I'm gonna get it.